ناخد ام مصطفى. ام مصطفى السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، ازيك يا استاذه رمياء؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليكي يا رب. اتفضلي ممكن سؤال بس لحضرة الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. انا معايا 3 اطفال، وانا عندي 25 سنه، انا متجوزه بقالي 9 سنين، شفت كتير قوي يعني. بصي، حماتي وحمايا ضربوني، شتموني شتايم انا ما اقدرش اتكلم عنها، ما اقدرش اقولها. ليه؟ وانا والله 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 انا كل اللي بقدر اعمله انا ما بدخلش اهلي عشان خاطر هجات ما تكبرش، بس في نفسه بقى اكتر حاجه بعملها بقعد اقول لهم حرام عليك، كنت بتعملوا فيا كده ليه؟ دي اللي انا اقدر اعمله. انت عايشة معاهم في نفس البيت؟ انا عشت معاهم 5 سنين في نفس البيت، او 6 سنين، تمام. يعني بس 3 سنين قاعده في بيت لوحدي، حتى لغايه دلوقتي هم قريبين مني على طول، بيفرقوا ما بين ولادي وولاد سلايفي التانيين. انت جوزك فين؟ انا جوزي موجود، بس انا جوزي محترم وطيب، احنا هم 4 صبيان، جوزي التاني محترم وطيب وغلبان كده، غلبان من شكلهم، وحابه يبعدوا عني وحابه يخاصموني وحابه يجوا لوحدهم، وبحس ان هم بيقلوا مني قدام الناس كلها. ضربوكي ليه؟ ضربوني عشان عيله صغيره، مش قادرة أقول لك، رفعت عليا شبشب طفلة صغيرة، والله كنت باخدها تنام جنبي لما بيكون جوزي مسافر، صغيرة خالص، مسكوني في الشارع اتلموا عليا كلهم، جوزي ما كانش موجود وضربوني، وأنا ما قدرتش أقول ولا لأبويا ولا لأخويا، عشان إحنا أهلي مش بيحبوا المشاكل، وإحنا 4 بنات ومعانا وأخويا واحد، وأخويا غلبان برضه صاحب عيال مش عايز أعمل له مشاكل في حياته، ما قدرتش أقول لهم. وقعدوني لوحدي بعد ما غنتهم، ويا ريتهم سابوني حتى لما قعدت لوحدي، ان انا سابوني تحت وكده، لا طب اشتي وسبت رد معاهم. فعل جوزك على اللي بيحصل ده ايه؟ جوزي طيب، جوزي بيقعد يقول لي دمت امي وابويا، انا مش قادر اعمل لهم حاجه، انا عارف ان انت شفتي معايا كتير، بس انا مش قادر اعمل ايه يعني، انا مش قادر، وانا حتى يعني انا جنبي سلايف حابه يخصموني لوحدهم، وحابه الام يتقربوا لي يجوا لي لوحدهم، ما اقدرش اقول لهم انا بحبهم، انا بحب سلايف يعني سلايف البنات، انا بحبهم بس حابه يخصموني لوحدهم، وحابه الام يجوا لوحدهم، وما بقول لهم سر بيطلعوا يتكلموا عليا، والكلام بيوصل لي، وانا ما بقدرش اتكلم عشان ما يبعدوش، بس انا حاسه ان انا مخنوقه، حاسه ان انا مخنوقه ومش قادره اعمل ايه، تعبت، حاسه انا خلاص مش سؤالي قادرة، عايزة أبعد ومش عارفة، مش عارفة بقعد أصلي وأطلب من ربنا إن أنا أبعد عنهم وأبعدهم عني بشرهم خيرهم وكل حاجة، مش قادرة، خدوا حقي وخدوا ذهبي وخدوا كل حاجة، كل طب حاجة معلش، خدوها هو مني. انتوا ايه حالة الاستسلام اللي انتوا فيها دي؟ ليه يعني؟ أنا مش قادرة يعني ايه أعمل خدوا حاجة، خدوا دهبك ليه؟ يعني هم خدوا ذهبي عشان خاطر يشتروا لنا أرض ويبنوا لنا كل واحد فيها بيت. طيب انا الوحيده اللي فيهم بيحكي ذهبي، وكلتهم لهم بيوت، زي يعني انا الوحيده فيهم اللي بيحكي ذهبي، مع ان كلتهم لهم بيت، وكل واحده باعت ذهبها لجوزها، بس قلت يعني باعته جوزها، كل واحد اللي جاب عربيه واللي عمل مصلحه لنفسه، انا بيحكي ذهب عشان خاطر احط في فلوس الارض نشتري لنا كلنا مش ليا لوحدي، يعني ايه كلتنا لنا كل واحد بيت. يعني ايه ليكوا كلكوا؟ يعني انتي بعتي ذهبك عشان تشتروا ارض يدخل فيها اخوات جوزك؟ كلهم دخلوا، طب وانتي كلهم ايه اللي لهم يخليكي دخل. تعملي كده؟ عملتي كده ليه؟ انا يا استاذه لمياء، انا متجوزه وانا عندي 16 سنه، انا ما كنتش عارفه اي حاجه، حتى لما اتعلمت جيت بعد ما خلصت الثانوي، انا مقضيه 2 سنين وانا معاهم في المدرسه، بعد ما خلصت الثانوي انا كنت جايبه مجموع يدخلني معهد حتى ان انا اقدر اعمل حاجه لما اكبر وكده، خفت اتكلم، عشان سلفتي اللي كانت متجوزه معايا ما قدرتش تجيب مجموع، قالت لهم امها جت وزعقت وقالت لهم بنتي تدفعوا لها فلوس، ان هي دخلت معهد ولا دخلت كليه بنتها تدفع لها فلوس وتخش زي، خفت واستسلمت وسكت، راجعه ندمانه، انا ما بشوف زمايلي اللي كانوا معايا السؤال وانا ايه؟ انا كنت كويسه، يقعدوا يقولوا لي احنا انت ازاي عملتي في نفسك كده دلوقتي، طب سؤالك ايه يا مصطفى؟ سؤالك انا ايه؟ عايزه ابعد ومش قادره ابعد عنهم، او هم مش قادرين يسيبوني في حالي، انا عايزه عايزه ابعد، تبعدي عنهم؟ حاسه جوايا، حاسه من جوايا كده ما بشوفهم، مش عايزه اشوفهم، بس ببقى غصب عني بقول لهم سلام عليكم، غصب عني بشوف حمايا اقول له ازيك يابا، مش قادره، عايزه مش قادره مش قادره انت عايزه بيسيبوني. يعني تاخدي موقف تبعدي عنهم تماما؟ بس ما مش عارفه، احس ان من جوايا حاجه مخلياني مش قادره اجي قدامهم واضعف، اجي قدامهم واقول سلام عليكم ازيكم، مش قادره مش قادره. طيب
طيب حاضر، تابعين تابعين يا مصطفى. هما بالنسبة لها مش صلة رحم، واحنا متفقين انه نبتعد دون خصام. بصي حضرتك، هو اولا طبعا برضو لازم نسمع الطرفين طبعا طبعا، تمام، وحالة السلبية البشعة اللي فيها المتصلة الكريمة حواليها 100 سؤال، في ايه؟ مش ماسكين آلة طول الوقت يعني، مش ماسكين جهنم يعني بمفاتيحها. بس في بعض الشخصيات بتبقى قد كده يا يكون شيخ. يا فندم فين جوزها؟ ما هو دي بقى المشكلة، ما هو لما حاجة تبقي انتي وهو تنرفز ايه في في ايه؟ حالة من السلبية الشديدة دي يبقى دمعه. والزوج شايل ايديه خالص كده وحاطط ايديه في المايه البارده، ايه يا عمي تعالى انت تابعنا هنا في ما انت ايه؟ ما هو سمعت هي حاجه قالت ايه؟ تستسف. هو بيقول لها دي امي وابويا، هعمل فيهم ايه؟ ايوه امي وابويا، مش هيولع في زوجته؟ امه وابوه يعني هيودي زوجته جهنم؟ امه وابوه شايفها بتظلم زوجته تضربها في الشارع بتضربها، هل يتصور عقل هذا الكلام؟ يعني لو وفي يقول امي وابويا، امي وابويا اضربهم كحل العيني، لكن هتضرب زوجتي في الشارع؟ امال لا مين يحميها؟ ده طيب عشان خلي بال حضرتك، زوجتي انا هراضيها، بس اقول عشان خاطرك ياما انا مش عايز ربنا يزعل منك، انا لا اريد ان ربنا يزعل منك، انا لا اريد ان ربنا يغضب عليك، ابوس ايد امي، ما تعملش كده قدام الناس، شكلنا رضا ربنا قبل كل شيء، المنطق كله متلخبط ليه؟ ده حاجة يعني شيء يغضب البني آدم. فين الزوج اللي يقول لأمه ارجعي عشان خاطرك، بلاش مراتي، زوجتي أنا هراضيها، طبطب عليها وخلاص خليكي في ظهري، إنما عشان خاطر أمي سايبها تظلم الناس إزاي؟ يعني أنت قابل إن والدتك تبقى ظالمة إزاي؟ قابل إن والدك يبقى ظالم إزاي؟ ثم قابل إن زوجتك تبقى مظلومة إزاي؟ ده المفروض إنها في ظهر راجل وفي سند راجل. انا همنع الظلم، مش معناها ان انا هقف لامي، لا ده اضربها احطه على دماغي وشبشبها هقبله واحده على دماغي من فوق، لكن كل حاجه لازم يبقى لها حدود. دي نقطه مهمه. فين هو؟ لا هي بتقول لك طيب قوي وهو مش مفيش حاجه زيهم اسمها في الكون طيب، يعني ايه كلمه طيب قوي؟ يعني ايه كلمه طيب قوي؟ طيب قوي ده معناه انه يتنازل عن حقه؟ طيب قوي ده وبعدين يعني ايه تبيع دهبك علشان خاطر تشتروا ارض يدخل فيها اخوات جوزك؟ ما هي برضو ده حاجه مش دي مفهومه سذاجة يعني. غير يعني غير مبررة. يعني ايه هذا الكلام؟ اذا كانت ما تقوله صدق، طبعا الله اعلم ده بحالها، سامعين من طرف واحد. الله اعلم بحالها، لكن الشاهد من الكلام لابد للزوج ان يكون له موقف يفصل ما بين القوات بقمة الاحترام وقمة التقدير، وهو بيقبل حذاء امه وابوه، لكن يوقف الظلم على زوجته واولاده. رقم اتنين، يسترد حقه اللي زوجته اذا كانت باعت فعلا الذهب واخذ منها، يسترد بهدوء برضه. رقم ثلاثة، المعاملة الطيبة من البيت. وكده يبقى ذهبها في رقبته، ولا عشان هي ادت الذهب بإرادتها فخلاص هو ده حكاية بقى يدوروا مين اللي اخذ الذهب ومين اللي ادى ومين اللي قال ادي ومين اللي قال ما تديش، ما احنا مش عارفين يا فندم، ده حوار كبير، ده في وسط عيلة والدنيا هايصة ودمه تفرق بين القبائل، ما تشوف مين ده حاجة، مين اللي ادى ومين اللي أخد، وقد يكون وراء الأمور أمور، الله أعلم طبعا بحالنا، طبعا. لكن الشاهد نحن ندعو إلى الأخلاق الفاضلة، إلى الأخلاق الحسنة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مش بقول لها اوعي تخصمي حماكي وحماتك، دول جد وجدة ولادك، المعاملة الطيبة واعتزل ما يؤذيك دون يعني خصام.